فعلتها إسرائيل ونفذت تهديداتها باستهداف معبر المصنع عند الحدود اللبنانية السورية، ما أدى إلى قطع الطريق الذي سلكه مئات الألاف من الأشخاص للفرار من محدلة الحرب الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. ليس فقط اللبنانيون بل أيضاً السوريون. صاروخان كانا كفيلين بإحداث حفرة كبيرة على المسلكين بعرض 4 أمتار، وذلك بهدف منع وصول شاحنات أسلحة لحزب الله عبر هذا الطريق، كما ادعت إسرائيل عبر المتحدث باسم جيشها المحتل بأن حزب الله يستخدمه لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان. كما أشار أدرعي إلى أن نفقاً أرضياً تم تدميره يستخدم لنقل الوسائل القتالية، ولكن الأهم اليوم هو تداعيات هذه الضربة التي قطعت أوصال لبنان عن سوريا والعالم العربي براً فيما يتعلق بالشؤون الزراعية والصناعية والاجتماعية. لنبدأ من التأثير على القطاع الزراعي. هلا اكيد ضربة المصنع اليوم وقفت التصدير ووقفت الاستيراد من جهة المصنع، ولكن السيارات اللي كان جاي مستوردة الى لبنان حولوها على العبودية، وكمان السيارات اللي طالعة ترانزيت من لبنان كمان برمت البرمة على العبودية على جهة طرابلس. يعني المعبر سكر من هون مزبوط، ولكن فاتح عن طريق شمال عن طريق طرابلس، تقدر تجي وتروح السيارات. اكيد الاجار بيغلى، المده بالطول اكثر، صار بده يبرم البرمي، واحد بتعرف بده يروح على حمص لحتى يرجع يجي على الشام لحتى يرجع يكفي طريقه. كل هيدي عوائق قدام تصدير المنتوجات الزراعيه، عوائق ومشاكل وكتير. يعني بدي اقول لك، هم فوق هم. المنتجات الزراعية وقت ما بتعود تتصدر يعني بدها تكسب، معناتها بدها تكتر بالسوق المحلي، معناتها التصدير قل والعرض بالسوق المحلي صار أكثر من السابق. هذه بتعمل كساد، هذه بتخسر لنا زبوناتنا برا، هذه الضربة إذا بدي يعني الناس اللي كانت ناطرة البضاعة اللبنانية برا ما عادت تنطر، مش حتوصلها بالسرعة المطلوبة. أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، فأكد وزير الصناعة جورج بوشيكيا أن التأثير قليل في لبنان، فأرقام الاستيراد والتوريد مع سوريا منخفضة جداً. ما في علاقات حالياً تجارية بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وبالتالي معبر المصنع عم بيكون أكثر استعماله لعبور المشاة ولعبور السيارات المدنية، وبالتالي السيارات الشاحنات المبردة عم بتكون كلها بموسم الصيف إذا في خضار وفواكه. نحن عبواب الشتاء هلأ حركة المصنع بطيئة جدا، نحن بنعتبر هيدا إنذار للدولة اللبنانية بمراقبة المعابر الحدودية، وأتمنى ما نكون قدام حصار جديد عم ينفرض على لبنان بلشت البداية منه من المصنع. أما من الناحية الاجتماعية، فتؤكد مصادر متابعة عبر سبوتشوت أن عدد النازحين السوريين تراجع كثيراً، حيث غادر تقريباً 200,000 سوري إلى بلادهم هرباً من الحرب في لبنان. واليوم ومع استهداف طريق المصنع فسينخفض عدد السوريين العائدين إلى بلادهم، ولكن السؤال الأكبر ما هو تأثير هذه الضربة على الاقتصاد اللبناني المنهك بشكل عام؟ أولاً ضرب معبر المصنع حتى اليوم ما عنده تأثير اقتصادي كبير، على اعتبار أنه نحن عندنا معبر تاني عبر الشمال، وبالتالي كل حركة التصدير والاستيراد تم اليوم تحويلها إلى الشمال. طبعاً هذه فيها كلفة إضافية، لكن الناحية السلبية بالموضوع أنه بصير في عندنا خوف أنه مثل ما أغلقوا هذا المعبر اليوم ممكن يرجع يغلقوا المعبر الشمالي، وبالتالي ساعتها بنكون وقعنا بمشكلة، وخصوصاً أنه كان في نوع من المعطيات أنه المعابر البحرية والجوية والبرية ستبقى مفتوحة قدام لبنان. اليوم مع هذا المؤشر يعني صار الوضع خطير من هذه الجهة. أما الانعكاسات الاقتصادية بوجود معبر تاني فهي بالحقيقة ضئيلة. بالنتيجة نحن عندنا حركة استيراد وتصدير كتير ناشطة عبر البر. نحن نستورد من السعودية من العراق عبر المعبر السوري. وبالتالي إذا تم إغلاق المعبرين إلى سوريا كل المعابر يعني الشرعية أكيد عندنا كارثة اقتصادية بصير. بس عم أقول اليوم بضرب معبر واحد تم تحويل هالحركة
سواء التصدير او الاستيراد الى المعبر الشمالي. بس الخطير هون انه عم بقول انه هيدي مؤشر، يعني بالنتيجه اذا تم اغلاق هذا المعبر وبكره تم اغلاق المعبر الثاني اكيد بنكون قدام كارثه، وخصوصا انه احنا كان في معطيات بتقول انه لبنان رح تضل معابره البحريه والجويه والبريه مفتوحه. اجى اليوم قصف معبر المصنع ليقول انه لا، ممكن يصير في تجاوزات، وهي بتبلش المشكله من هون بالضبط. إذن بناء على ما سمعناه والذي أكدته المصادر لسبوتشوت، فالخوف اليوم هو أن يشهد لبنان حصارا جويا وبريا وبحريا يقطع أوصاله عن العالم كله. والخوف الأكبر هو أن تذهب إسرائيل ورئيس حكومتها الذي لا يأبه بشيء إلى قصف مطار بيروت والمرفأ، فعندها وبحسب المصادر سيدخل لبنان في كارثة فقدان المواد الغذائية التي لن تكفي لأكثر من شهر أو شهرين. والمصيبة الكبرى هو أنها ستتضاعف أسعارها عشرات المرات.